هادو السكان اخي حنا المشكل ديالنا اخي على السكان الاليه للسقوط مخرجينا عام ونص وعدونا غادي يخرجوا من ديورنا غيصلحوهم غيعطيونا الكرا هادشي مخرجوا سيدنا وعدونا به ما طبقوش معنا احنا خرجنا من ديورنا وحبسوا علينا الكرا حبسوا علينا كل شيء خلونا واحد معمورين الكرا ما صلحوا لنا ديورنا ما والو يوميا كيديروا لنا هكا يوميا عام ونص حنا هكايا تعذبنا عيينا بغينا حنا سيدنا الله يسرو توصلوا الخبر لهذا الشيء هذا باش يدير لنا شي حل مع هاد الناس هنايا الدولة الله ينصر سيدنا ويخلي لنا دار هذا التدعيم هذا ديال الديور لإصلاح الترميم المدن القديمة من ضمنهم المنازل القديمة جاو عندنا السلطات المحلية خرجونا من الديور قالوا لنا كل شهر تاخذوا الشهر ديالكم ديال الكرة فعلا بداوا معنا منين بدا معنا واحد الخمس شهور ولا ست شهور هما يحبسوا علينا الشهور هاد الكرة لحد الآن دابا في هذا النهار هذا كملنا خمس شهور ديال الكرة ما عطينا حتى ريال هاد الناس اللي كاريننا واش ما غاديش يبغوا فلوسهم ما غادي راه كاينين الناس هنا اللي حاجزين لهم على التلفازه ديالهم على الثلاجه ديالهم على الزربيه ديالهم على باش يخلصوهم في فلوسهم جينا عند مدام ازماني مدام ازماني عطاتنا الوعد الاول الوعد الثاني حتى ولات وعد هضرتها كامله كاذبه وكل شيء هاد الناس هادو مضرورين وكل شيء تيعرفوا بان مدام ازماني هي اللي في يديها الشغل قالت هي تكذب علينا نهار على خير جاو عندنا القياد ديالنا القياد انا تنعذرهم تا هما حشموا وجههم معنا وشكون اللي حشم لهم وجههم المدام ازماني هي اللي حشمات لهم وجههم معنا كاين قياد اللي هما معقولين وستريكت ولكن الغالب الله كل شيء عند المدام ازماني العمران اللي واكل لنا فلوسنا وما بغاش يعطينا خمس شهور ديال ما بغاش يعطونا ديورنا ما بغاش يعطونا ديورنا ما بغاو يعطونا فلوسنا ما فهمتش والله ينصر سيدنا وبغيت هذا الشيء يوصل للمسؤولين الكبار ويوصل لسيدنا الناس راه كاين اللي مرضوا مرضوا بالسكر بسببهم الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق وعاش الملك والله ينصر سيدنا خمس شهور اختي اللي ضعت فيهم ودابا رانا خرجوني من المحل ورغيت نتلوط انا غير محيوزه على عباد الله حشومه عليهم ورانا تنبكي بالدموع ورانا تمحنت اختي بالكرا وتمحنت تكرفصت اختي كرفصت بزاف كرفصت علاش ما يعطونيش حقي انايا راه ضعت في حقي رانا ضايعه في حقي بزاف 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 لا اختي رضعت فيها اختي ضعت بزاف علاش شي عطاو شي ما عطاونيش انايا تحاسبت شيك واحد وخرجوني من المحل واحد خرجوني من المحل وها تمل ما تقتيش هالوراق عندي ديولو بزاف اختي بزاف هالشي بزاف علاش هيك مسوينا من سيدنا الله يخلي لنا سيدنا الله ينصرو وما محنوني يا لاله محنوني بزاف محنوني بزاف علاش يخرجوني من محالي علاش يخرجوني ويقولوا لي رجعي ما عنديش حق باش نرجع لهم كلهم كرفس كلهم كرفس يا لاله كلهم كرفس كرفسوني كرفسوني انا تمحنت تمحنت بزاف 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 السلام عليكم حنا السكان ديال مدينه سهله القديمه تنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير وشوفوا من حال هاد الناس هادو كما تتشوفوا راه عندنا رد ضعاف كلا والعصا بزاف مع من غنهضروا بقى لنا غير سيدنا الله ينصرو اعطينا واحد الرزيق تنعيشوا به حنا الضعفاء هما هاد الناس هادو خمس شهور دابا حنا تنتقاتلوا معاهم الله يخلي لكم صحتكم ويشوفوا من حال هاد الناس هادو وتنطلبوا من 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 المسؤولين يشوفوا باتجاه هاد الناس هادو مساكن حنا راه مغاربه زعما حنا ماشي لاجئين ولا جايين من شي بلاد حنا كما تتشوفوا رايتنا عزيزه عنا وبلادنا عزيزه عنا ولكن هاد الناس بغاو يشردونا تنطلبوا من المسؤولين وتنطلبوا من سيدنا الله يخليه لينا ويعطيه الصحيحه ويخلي له الوليدات ديالو يشوف من هاد الحاله الناس هادو راه ما عندنا لا حن لا رحيم الا الله سبحانه وتعالى وانتمايا راه حنا مغاربه راه حنا ماشي 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 لاجئين راه حنا مغاربه راه حشومه عليكم ديروا لهاد الناس هكا راه كاين اللي طاح انا بعدا راه طاحت علينا الدار راه كنت غنموت انا كنت غنموت راه طاحت عليا طروازيام الطاس طاحت علينا وهكاك ومشاو ليا مشاو لنا حويجاتنا مشاو لنا كل شيء وما هضرناش تنطلبوا دابا غير فلوس كريوتنا باش العواشر هذه فين غنمشيو شوفوا الناس كيف دايره كاين مسكين اللي مرض السكر كاين اللي مرض ربي اللي عان بهاد الناس هادو الله يرحم لكم الوالدين والو هادو حتى ولادنا ولاو خلاونا هازين معانا الهم معانا في حالنا في حالهم هادو راه ماشي زعما داروا مع حق العرب ولا حق هادي والو هادو قتلونا تيقتلونا عرق بعرق في هاد البلاد هادي بغاو غياكلونا صحاح ها هما غي
يخليونا رمايد. هذيك هذيك راه من شهر سبعه هما مرمديننا، راه من شهر سبعه دابا حنا في شهر ثلاثه شهر اربعه. انا حاجه وحده اللي بغيت نعرف، علاش عندنا هنايا في المغرب وفي القانون المحكمه كتحكم بالافراغ على ود التماطل في الكراء؟ بعد ما التماطل في الكراء كاين القانون كيحكم بالافراغ، وحنا متضررين خمس شهور دابا وحنايا ما مخلصينش في الكرا ديالنا، علاش؟ شنو السبب؟